يعني المشهد في رام الله يتقاسم الشعب الفلسطيني هنا ما يجري من خلال استقائه الأخبار من القنوات المختلفة، يتابعون ما يجري في قطاع غزة، وأيضا يتساءلون عن إذا ما كانت التهدئة قريبة أم لا. هناك من ينظر من المراقبين بأن هذه الرشقة الثقيلة من الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية لربما هي محاولة من الفصائل الفلسطينية للإنهاء بأن تكون لها الكلمة الأخيرة، أو أن جهود الوساطة للتهدئة مرفوضة بالنسبة للفصائل على الأقل حتى الآن، كون أن هناك تساؤلات كثيرة لم يتم الإجابة عنها على الأقل في هذه الفترة، وهي مصير قرار إسرائيل باستئناف الاغتيالات إذا ما كانت هذه الجولة قد انتهت على هذا التي نتابعها فراس لرشقة من الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة، والمنظومة منظومة القبة الحديدية تقوم باعتراضها كما نتابع في هذه اللقطات. أكمل فراس. نعم، كنت أقول أن هذه الرشقات لربما هي محاولة من الفصائل الفلسطينية لأن تكون لها الكلمة الأخيرة، أو لربما هي إجابة منهم بالرفض، رفض التهدئة. حتى الآن غير واضح إذا ما كان هذا الأمر أو ذاك، ولكن بكل الأحوال هنا في رام الله وعلى المستوى السياسي محاولات للاتصال والتواصل مع الأطراف الخاصة بجهود التهدئة لإرسائها فعلا وتجنيب المدنيين يعني ويلات الحرب ودماء، مزيد من الدماء في قطاع غزة. لكن الأبرز كان هو بيان وزارة الخارجية الفلسطينية التي تحدثت بأن ما يجري في قطاع غزة هو محاولة من بنيامين نتنياهو لاسترجاع شعبيته المفقودة في الشارع الإسرائيلي من خلال مزيد من الدماء الفلسطينية. طالبوا العالم بضرورة التدخل، وطالبوه بالابتعاد عن ازدواجية المعايير وضرورة محاسبة إسرائيل، وقالت بأن هذا الملف، ملف الحرب والضحايا في قطاع غزة المدنيين، سيحمل إلى الجهات الدولية والقضائية الدولية لمتابعتها. إذن هذه اللقطات مشاهدين لدفع ورشقة من الصواريخ تنطلق من قطاع غزة إلى مناطق بغلاف غزة، ربما سديروت أو مستوطنات أخرى لا نعلم حتى اللحظة، نحاول التحقق من ذلك. وكما نشاهد أيضا في هذه اللقطات منظومة القبة الحديدية تقوم باعتراضها. أعود إليك نضال، القراءات الآن تبدو غير واضحة، هل هي محاولة لقول الكلمة الأخيرة من كل طرف قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أم أن هذه الرشقة ربما تكون رداً من هذه الفصائل أنها لن تقبل بأي تهدئة قادمة؟ لا، عموما يعني الأمور ذاهبة إلى التهدئة، رغم ما نراه الآن يعني الحديث عن التهدئة على خلفية عشرات الصواريخ التي تنطلق من القطاع والغارات الإسرائيلية يبدو غريبا، لكن هذا هو الوضع الطبيعي عادة في الساعات الأخيرة أو ربما في الساعة الأخيرة قبل التوصل إلى التهدئة. لكن هذه هي الفترة ربما الأخطر في مثل هذه الجولات، يعني هذا حرفيا لعب بالنار، يمكن لأحد هذه الصواريخ مثلا أن يؤدي، أن يصيب بيتا أو أن يؤدي إلى عدد من الضحايا، وهذا سيقضي على احتمالية التوصل إلى وقف إطلاق النار. هذه الساعات أو هذه الدقائق هي الأخطر فعليا. إسرائيل كما أن حركة الجهاد الإسلامي تريد قول الكلمة الأخيرة في هذه المواجهة، أيضا الجيش الإسرائيلي يريد فعل ذلك، خاصة أننا تحدثنا منذ بداية هذه الجولة أن هنالك دوافع سياسية داخلية في إسرائيل وراء هذه الجولة من القتال، وبالتالي من المهم جدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي إرسال كلمة وإرسال رسائل للداخل الفلسطيني، للداخل الإسرائيلي، قبل إرسال رسائل لحركة الجهاد الإسلامي، وبالتالي هي تريد الظهور بمظهر القوة حتى اللحظة الأخيرة. هل انتهى الاجتماع الأمني المصغر الذي يترأسه نتنياهو وتحدثنا عنه في مباشر سابق نضال؟
لغاية الآن لم يصدر أي بيان عن مكتب رئيس الوزراء بخصوص هذا الاجتماع. يبدو أنه مستمر، ويبدو أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الذي سيبت في قضية وقف إطلاق النار. على العموم من المفترض أنه بعد انتهاء هذا الاجتماع أن يكون هنالك بيان صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي يخاطب فيه الشارع الإسرائيلي، وربما سيعلن عن وقف إطلاق النار ويعلن الرؤية الإسرائيلية لهذه المواجهة وربما تلخيص هذه المواجهة. لكن إلى غاية الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار يبدو أن نتنياهو لن يتحدث قبل ذلك. إذن هذا الاجتماع مستمر لغاية الآن في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب. قلنا بأن تركيبة هذا الاجتماع توشي بأنه اجتماع لاتخاذ قرار سياسي أمني. مثلا رئيس هيئة الأركان لا يشارك بهذا الاجتماع لأن قرار بوقف إطلاق النار لا يتخذه ولا يشارك فيه رئيس هيئة الأركان، بل المستوى السياسي. رأينا بنيامين نتنياهو أيضا مستشاره العسكري سكرتيره العسكري ومستشار الأمن القومي. بالتأكيد سنبقي عينا على كل هذه التطورات، وهذه اللقطات قبل قليل هي لرشقة من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة وتعاملت معها منظومة القبة الحديدية، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يستهدف حاليا مواقع إطلاق هذه الصواريخ.